بن سعيد بن غدير الاكتبي يتقدم على مستوى المركز الثاني. المركز الثالث القدوم في هذه اللحظات والتسلل من قسطرة لناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري شعار عصار الظفرة يتقدم على مستوى المركز الثالث. ومع المركز الرابع نتابع مواري مع المركز الرابع تتقدم أيضا راشد بن مطر بن محمد بالضبيعة الكتبي. ومع المركز الخامس انطلاقة منحاف لبطي بن السهيل بن سعيد بن دريوي الكتبي، ولكن التقدم على مستوى المركز السابع كي أرى الشاهنية للسالم بن محمد بن طويل بن المنصوري. من يتابع انطلاق الشاهنية مع المركز السادس ومع المركز السابع سابع التحديات أرهني مربوشة مع المركز السابع سالم بن دهيبي بن حمد العامري. من ينطلق مع مربوشة مع المركز السابع نتابع المركز الثامن والتقدم في هذه اللحظات. ما شاء الله نتابع التسلل، نتابع الانطلاق المثير وأرى روان تتسلل مع المركز الثامن. مع المركز الثامن بداح بن فهد بن صقر الخالدي. من يتابع انطلاقة روان مع المركز الثامن، بينما إذا انطلقنا مع المركز التاسع بأرى التقدم أيضا لأنقرة لصالح بن حمد القمرة النابت. وعاشرا من الجانب الآخر، من الجانب الآخر أرى مذيار لعبد الله بن سعيد بن عبد الله العامري. من يتابع هذا الانطلاق وهذا الاندفاع لمذيار على مستوى المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط. ما شاء الله أشواط السرعة الحاضرة في هذا الصباح الجميل مع هذا السن، سن الثنايا. نعود مع الصدارة ومع البداية ومع المقدمة. نتابع بداية هذا الشوط والذيب على الصدارة، الذيب على مقدمة هذا الشوط منذ البداية. يا الشوط ما شاء الله بأداء متميز، بعرض أيضا مثير تقدمه الذيبة بهذا الانطلاق المتميز. المغادرة للوحة 3 كيلومترات بدينا مع العد التنازلي، بدأت الأمتار تتناقص مترا تلو الآخر في هذا الرقص الصباح الجميل اللي تقدمنا الثنايا البكار المحليات الأصائل وشعارات أبناء القبائل الحاضرة أيضا من دول مجلس التعاون للمشاركة في هذا المهرجان الكبير المرموم 2017. الذيب على الصدارة بهذا الشعار، شعار مانع بن أحمد برحمة الشامسي. من يتابع هذا الانطلاق بسلطان أيضا مركز كل التركيز بأداء أيضا وتحديات الذيب تليها مع المركز الثاني. نتابع هملولة للسلطان بن سالم بن سعيد بن غدير الاكتبي، وأرى التقدم أرى التسلل، قسطرة تتسلل مع المركز الثالث، مع المركز الثالث والضغط المستمر على مقدمة هذا الشوط. من قسطرة ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري الكوكبة الثلاثية، ولكن أرى التقدم أيضا لمذيار. من بدت تتسلل، من بدت تنطلق أيضا على مستوى المركز الرابع، عينها على المقدمة، عينها على صدارة هذا الشوط، تطمح أيضا بناموس هذا الشوط لعبد الله بن سعيد بن عبد الله العامري. ومع المركز الخامس التحديات المربوشة سالم بدهيمي العامري يتابع انطلاقة مربوشة. مع المركز الخامس سادس التحديات أرهني أنقرة لصالح بن حمد بن صالح القمرة. من يتابع انطلاقة أنقرة مع المركز السادس ومع المركز السابع القدوم أيضا من الوثبة تتسلل بأول ندى للسهيل بن سلطان بن علي بن رشيد الاكتبي. من يتابع انطلاقة الوثبة المركز الثامن روان لبداح بن فهد بن صقر الخالدي. من يتابع
من يتابع انطلاقة روان على مستوى المركز الثامن المركز التاسع. وصلت من حافة لبطي بزهير بسعيد بدليوي الكتبي متابعا منطلقا مندفعا مع تحديات من حافة مع المركز التاسع ومع المركز العاشر. المركز العاشر الأسامي اللي بدت تتسلل في هذه اللحظات من بدت تتقدم أيضا في هذا الزحف المستمر. نعود مع الصدارة ومع البداية ومع المقدمة ومع الاندفاع المثير والتغيير اللي طرى وجرى على المقدمة والصدارة. نتابع مذيار انطلقت بناموسي هذا الشوط عبد الله بن سعيد بن عبد الله العامري، ولكن ايضا شعار بالدهيمي يتسلل مع المركز الثاني، ومن الجانب الاخر قسطرة مع المركز الثاني تنطلق بشعار ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، والوثبة قادمة بكل قوة مع المركز الثالث الوثبة للسير بن سلطان بن علي بن رشيد الكتبي. من الجانب الآخر التحديات أيضا الانطلاق من أنقرة لصالح بن حمد القمرة النابت، ولكن أرى قسطرة انطلقت بناموس هذا الشوط وبهذا الشعار شعار إعصار الظفرة. ينطلق على المقدمة، ينطلق على الصدارة مع قسطرة اللي بدأت تباعد ما شاء الله تبارك الله. سلام الظفرة مع الأداء المتميز، وقسطرة تنطلق بناموس هذا الشوط. تهانينا لناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري، تهانينا لحمود بن محمد بن سالم الوهيبي من قادة قسطرة بناموس هذا الشوط. المركز الثاني الوثبة للسير بن سلطان بن علي بن رشيد الكتبي. المركز الثالث تاتي ايضا مع المركز الثالث شاهينية لعلي بن سري بن علي العويسي. المركز الرابع مذيار لعبد الله بن سعيد بن عبد الله العامري، ومع المركز الخامس تنطلق مربوشة لسالم بدهيمي العامري. هذه النتيجة للخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط. نعود بالتوقيت الزمني مشاهدينا متابعينا الكرام ولحظات وصول قسطرة إلى خط النهاية بعدما انطلقت في اللحظات الأخيرة وفي الأمتار النهائية وباعدت المسافة وهدت ناموسي هذا الشوط لمالك قسطرة ناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري. تاتي بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق بالتاكيد. هذه لحظات الوصول 8 ثواني و2 من الثانيه. تهانينا لناصر بن محمد بن زايد بن خلفان المنصوري على فوز قسطره بالمركز الاول، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني تاتي الوثبه بتوقيت زمني مقداره 9 دقائق 10 ثواني 4 أجزاء من الثانيه. التهاني ايضا لسهيل سلطان بن علي بن رشيد الكتبي واللي وصلت مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول المركز الثالث. تاتي الشاهينية ب9 دقائق 11 ثانية 4 أجزاء من الثانية. تهانينا علي بن سليم ولد العؤس العويسي، تهانينا والناموس ايضا للفائزين في هذا الشوط. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا الكرام أينما كنتم أسعد الله صباحكم.